السلام عليكم شو رايكم نتمنى تكونوا كامل بخير اليوم ان الله رايحين نحضروا مع بعض مصران محشية على طريقة العصرية هذه الوصفة اللي رايحة تساعدكم وتعطيكم افكار لعزومات اللي بنتها وشكلها المرتب والشهي نتمنى ان هذه الوصفة تعجبكم وتفيدكم كافكار لعزومات بسم الله نبداو بالمرحله الاولى وهي اعداد الحشو بالنسبه للحشو راح يكون المكون الاساسي ليه هو اللحم المفروم راح نحتاج هنا تقريبا 350 جرام من اللحم المفروم وعلى حسب المصران راكم رايحين تحشيوه رح نضيف له بصله تكون كبيره مفرومه ايضا فصين ثوم راح نضيفو له ايضا يعني الحشيش خليط ما بين المعدنوس والدبشه حوالي زوج معارف كبار راح نضيف الارز البسمتي نصف كاس طبعا هنا الارز عندي ني ماهوش طايب راح نخليه يطيب لي مع الحشو كي يطيبوا لي في المرق حط التوابل اللي هما فلفل اسود فلفل احمر حلو وحار شويه كراويه وشويه كمون حطوا كميه صغيره من كل نوع من التوابل أكيد ملح الحشو اما بالنسبه للزيتون فالزيتون راح نستعمله للمرق وليس للحشو راح نحط هنا بيضتين راح نشوف القوام لازم يكون يعني قوام هذا الحشو طري جدا لذلك بعد ما خلطته حسيت انه مازال يحتاج الى بيضه ثالثه انه لازم يكون طري باش من بعد كي نحطوه في لابوش تكون عمليه تنزيله الى المصران سهله حنجيب نجيب المصران تاعي كما راكم تشوفوا المصران اكيد لازم تغسلوه وتنظفوه مليح فيما بعد انا حطيته في ماء فيه شويه خل وشويه عصير الليمون اما بالنسبه لهذا المصران انا اخترت انه المصران تاعي يكون اكل بنفس الحجم لانه كما نعرفوا المصران يكون اكيد طويل ولكن حجمه يعني يبدا كبير فيما بعد يبدا شويه يصغر فانا فضلت اني نختار الحجم اللي يكون كامل يعني عنده حجم متساوي باش فيما بعد شكل المصران يكون عندي آآ شكل آآ جميل حطوا الحشو في لابوش كما كنتو شفتوا ونفرغوها في المصران ولكن مش حنحط كامل كمية الحشو راح نقسمها الى اثنين لاني رايحة ندير زوج فحندير الاولى كما راكم تشوفوا تكون مسكرة من الاسفل وانا نزيد نقطع المصران الى النصف ونزيد نقطعه الى النصف بشكل طولي باش ندير عقدة ونسكر المصران من الاسفل حتجيكم شويه عمليه صعبه لانه يكون لزج ولكن حاولوا انكم تضغطوا مليح مليح باش فيما بعد الحشو ما يخرج الناش. كما راكم تشوفوا هنا تحصلت على قطعتين كما كنت قلت لكم القطعه الثانيه راح يكون عندها يعني من الجهتين تكون يعني مسكره من الجهتين هذا هو شكلهم هنا حنجيب مقلاس نحط فيها كمية من الزيت ونبدأ نقليه في المصران على ما تحطوا في الزيت راحين تلاحظوا انه يعني تكمش وزاد في الحجم ففي هذه المرحلة مباشرة راكم رايحين تثقبوه بسكين باش يتنفسنا انكم اذا ما يعني يعني يقدر انه يعني يتحللكم كما راكم تشوفوا وتقلبوا على الجهتين حتى يحمر لكم كما راكم تشوفوا يعني المصران بنفس الحجم وهذا شيء جيد لانه فيما بعد كي نقسموه راه يعطينا نفس الشكل ونفس الدائره راح تحطوا له كميه البصل المتبقات ايضا ثوم وتقليوهم مع المصران وفي هذه المرحلة راح نضيفو كمية الزيتون المقطع اللي كنت غليتو من قبل في كمية من الماء باش تنحلو ديك الملوحة وانتم اذا حبيتو انكم تستعملو حبة الزيتون كاملة لكم الاختيار راح التوابل توابل هما ملح فلفل اسود وكزبر فقط وايضا شوية من المعدنوس تقليب هذا الخليط وفي هذه المرحلة راح نضيف نصف كأس من الماء فقط باش يزيد يعني يذوب لي هذاك البصل في ذي كمية من الماء بعد ما ينشف هذا الماء تماما هذه المرحلة راح نضيف المرق يعني النهائي اللي هو تقريبا زوج كيسان ونصف من الماء واكيد تخليو هذا يعني الماء حتى يغلي وتخليوا المصران تاعكم يطيب على نار هادئه على جنب وننتقلوا للمرحله الثانيه اللي هو مرحله الارز بالنسبة للأرز هنا عندي كوب ونصف من الأرز البسمتي كنت نقعته في كمية من الماء الساخن راح تلاحظوا أنه الأرز تاعكم بعد مرور نصف ساعة يتغير لونه ويضاعف شوية حجمه آه وهذا هو المطلوب نحتاج أيضا إلى كمية من اللحم مفروم هذا اللحم مفروم كنت نحيته من الحشو أيضا إلى ملعقة بصل كبيرة رند ملح فلفل أسود وكركم. في طنجرة نحطو كمية من الزيت آه رايحين نقليو اللحم المفروم مع البصل والتوابل اللي هما الملح والفلفل الاسود والكركم كما راكم تشوفوا من جهه اللحم المفروم راهو يتقلى من جهه المصان تاعي راهو يطيب وبعد ما يتقلل لكم اللحم المفروم في المرحله راح نضيفو كميه الماء لانه الارز البسمتي عندي منقع من قبل فلكل كاس ارز بسمتي كاسين من الماء اسمع هنا رايحه نحط ثلاث اكواب من الماء ونخلي هذا المرق حتى يغلي فيما بعد رايحه نحط كمية الملح ورايحة نغسل الأرز البسمتي بعد ما صفيته كامل من كمية الماء اللي كانت نقع فيها من قبل نخلي الأرز البسمتي على نار هادئة جدا بعد ما تغطيه حتى يعقد وينشف تماما وبذلك نكون وصلنا الى اخر مرحله في وصفتنا لنهار اليوم وصفه حاولت اني نبسطها لكم نعطيكم وصفه لذيذه مليحه مناسبه للضيوف شكلا ومذاقا فنتمنى انها تكون نالت على اعجابكم كما راكم تشوفوا هنا الأرز راهو نشف لي من جهه اخرى طاب لي المصران هنا فقط تبقات مرحلة التقديم لتبقى مرحلة اختيارية يعني في تقديم الشكل النهائي هذا هو شكله النهائي اللي نتمنى انه يكون نال على رضاكم اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش فقط انكم ديروا لي جيم فيديو ايضا تخليوا لي تعليقات في رأيكم في الوصفه ما ايضا انكم تابعوني على الانستغرام ليصلكم كل جديد الوصفات اول باول دمتم اوفياء ان شاء الله ولقاؤنا في الوصفات القادمه الى اللقاء